نبيلة عبد الله تعاني من مرض الفشل الكلوي، تأتي من أبين إلى عذن يومين في الأسبوع من أجل الغسيل، وتقول بأن عدم توفير مركز قريب يجعلها تعاني مشقة السفر فوق آلام المرض. والحمد لله نغسل يعني في أغسل في الأسبوع مرتين، يعني اثنين وخميس. من الأفضل لو يعني الجهات المختصة بما فيها أصحاب الخير لو يفتحوا مركز بأبيان بيخففوا يعني الثقل وعناء الناس، لأن ما حد يوفر لك لحق مواصلات. عمليات الغسيل مستمرة لساعات متواصلة يوميا بهذا المركز المتخصص في مستشفى الجمهورية، لكن عدد الأجهزة لا تغطي القدر المطلوب مما يهدد مقدرته في استيعاب جميع الحالات. نحن نناشد وزارة الصحة والحكومة بإنشاء أكثر من مركز غسيل في المحافظات لتيسير عملية الغسيل لباقي المرضى المترددين من المحافظات المجاورة، حتى يخف العبء عليهم وتسهل عملية الغسيل لباقي المرضى، وحتى لا نصيب باختناقات وعدم توفير الغسيل لباقي المرضى المتزايدين في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. مسؤولو المركز يناشدون الجهات المختصة بتوسيع مراكز الغسيل وإنشاء مراكز أخرى في مختلف المحافظات، تجنبا لتردي الخدمات الصحية والحد من حالات الوفاة. سعة المكان لا تساعده على استيعاب جميع الحالات التي تبلغ في اليوم 85 حالة، رغم ذلك يحتضن عددا كبيرا من المرضى كونه المركز الوحيد لخمس محافظات. يكاد يكون هذا المركز الحكومي الوحيد المتخصص في الغسيل الكلوي، ما يشكل ضغطا كبيرا عليه في استيعاب حالات الفشل الكلوي التي بلغت المئات في عدن والمحافظات المجاورة. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.